للمزيد حول إمكانية حضور النظام السوري القمة العربية المقرر لها الشهر القادم في الجزائر، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات الأستاذ باسل حفار. أستاذ باسل، بداية مرحبا بك. يعني بسؤال الأمين العام لجامعة الدول العربية عن إمكانية حضور النظام السوري للقمة العربية في الجزائر، لم يؤكد حضورها ولم ينفي أيضا. أستاذ باسل، كيف تقرأ حالة الجدل بشأن تطبيع الأنظمة العربية مع النظام السوري؟ نعم، تحية لكم ومشاهديكم الكرام. الحقيقة هو لم ينفي، لأنه قرر أن هناك تواصلات واجتماعات ولقاءات بخصوص هذا الموضوع، وكان هناك في السابق تصريحات وإن تم نفيها لاحقا أن هناك لقاء مرتقبا خلال الشهر القادم لمناقشة هذه القضية بالتحديد على مستوى وزاري بين الدول العربية. من الواضح أن هناك دولا متشجعة أو مندفعة باتجاه عودة النظام للجامعة العربية، بينما هناك دول تعارض هذا الأمر، وكلا الطرفين أو كلا التوجهين مرتبطان بشكل أو بآخر بموقف الولايات المتحدة والموقف الدولي من النظام في سوريا. وطبعا في ظل وجود قوانين تجرم التواصل مع النظام السوري إلا ضمن أطر أو ضمن ترتيبات دولية معينة، فتسعى هذه الأطراف إلى استحصال نوع من الاستثناء أو نوع من الشرعية لهذه التواصلات حتى تسمح بعودة النظام إلى الجامعة العربية. طيب أستاذ باسل، أبو الغيط أرجع إمكانية عودة النظام السوري للجامعة العربية إلى التوافق على منهج محدد للتعامل مع النظام، يعني أين تكمن الاختلافات برأيك؟ يعني هناك دول متمسكة بدفع النظام أو إجبار النظام أو إلزام النظام بإصلاحات سياسية واقتصادية وسلوكيات معينة، بينما هناك دول أخرى تفترض أن عودة النظام إلى الجامعة العربية يجب أن تتم قبل حصول أو قبل المضي في هذه التعديلات، وأن هذه التعديلات تأتي لاحقا، بمعنى أن عملية عودة النظام ليست مرتبطة بتغيير سلوك النظام أو بإحداث نوع من الإصلاحات السياسية في داخل المنظومة. أيضا هناك بعض الدول تثير بعض المواقف السابقة للنظام، مثل مصر أثارت في بعض المناسبات بعض التصريحات وبعض المواقف السابقة للنظام التي انتقد فيها بشدة الدول العربية، ووجه ما يمكن اعتباره إهانات أو ما اعتباره على أنه يعني نوع من التقليل من شأن الدول الأخرى الأعضاء، وتطالب باعتذار من النظام على هذه المواقف أو هذه السلوكيات وما إلى ذلك. في الأشهر الماضية يعني شهدنا هرولة غير مفهومة من بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع النظام السوري، يعني بعض وزراء الخارجية العرب زاروا دمشق، كيف نفهم ذلك؟ يعني هو لطالما كانت للأسف السياسات العربية لا تقوم على مبدأ مدروس وفق استراتيجيات موحدة بين الدول هذه المنطقة، وبالتالي هي تلعب دور التسابق الانتهازي، بمعنى أنه بمجرد أن يكون هناك حدث معين قائم في المنطقة تتسابق هذه الدول على انتهاز ما تعتبره فرصة دون الأخرى حتى تكون في مقدمة الركب أو متسابقة مع ركب آخر بطريقة أو بأخرى. ضمن هذا الإطار تسابقت بعض الدول للتواصل مع النظام السوري في ظل عزة النظام لتظهر بمظهر متميز ولتستطيع أن تلعب دورا مختلفا عن باقي الأدوار في المنطقة، لعل هذا يعطيها نوعا طيب من التميز لها ولسياساتها. أستاذ باسل، الرئيس الأمريكي أيضا جو بايدن أول أمس أكد استحالة التطبيع مع النظام السوري طالما بقي على نهجه في قصف المدنيين. إلى أي مدى ترى أستاذ باسل أن هذا الموقف الأمريكي هو ما خلق حالة الجدل بشأن حضور النظام القمة في الجزائر أو عدم حضوره؟ يعني كما قلنا قبل قليل، هو الموقف الدولي بشكل عام والموقف الأمريكي تحديدا له دور كبير في تحديد مواقف الدول وشدة اندفاعها وحماستها لعودة النظام من عدمه، لكن علينا أيضا أن لا نعول كثيرا على مثل هذه التصريحات، لأنه التصريحات الأمريكية أيضا حذرت مثلا من أن النظام لا يمكن أن يستمر في ظل استخدامه للسلاح الكيميائي، ومع ذلك النظام ما زال مستمرا إلى اليوم، والتصريحات الأمريكية قالت أن النظام سوف يعاقب على جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب السوري، ولكن إلى اليوم النظام لم يعاقب وهو مجرا. بالتالي لا يمكن أن أخذ هذه التصريحات على محمل كبير من الجد والتعامل معها على أنها محددات فعلية للعلاقة مع النظام.
من إسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار، شكرا جزيلا لك.